البدانه المفرطه. والحقيقه احنا برنامجنا لكل داء غذاء، وبقى مرض العصر دلوقتي مرض البدانه. اسباب البدانه اسباب كثيره جدا. في البدايه العامل الوراثي، وكلمه العامل الوراثي دي لغايه من 7 سنين كنا بنقول ان الاستعداد للسمنه وراثي وان السمنه مش وراثيه، لكن من حوالي 7 سنين في عالم امريكي اكتشف الجين المسؤول عن السمنه على جين 21 اللي اثبت ان السمنه وراثيه، وثبت تماما ان السمنه وراثيه. واحنا بنقول دلوقتي ان السمنه فيها عامل وراثي معروف، لكن قبل 7 سنين ما كناش نقدر نقول الكلمه دي. الحاجه الثانيه الاستعداد النفسي بتاع الشخص. واحد يقول لك انا كل ما اتغاظ اكل، دي حقيقه، هذا الشخص كلما حس ان هو متضايق بيبتدي ياكل، والعامل النفسي بيساعد اكتر. والطريق العكس الاكتر، ان واحد بيقول لك انا كل ما احس ان انا مستريح ببتدي اكل، من الاكل حاجه لذيذه وحاجه حلوه، ما نقدرش نقول لا، لكن هو عود نفسه على الاكل وعلى كثره الاكل، وابتدى العامل النفسي والعامل العصبي يكون سبب اساسي لتكوين السمنه. السبب الثالث اللي هو يتعلق بالتغيرات والاضطرابات في الغدد الصماء. يمكن اضطرابات الغدد الصماء من فتره بعيده كنا بنقول ده سبب اساسي، لكن احنا دلوقتي بنقول ده سبب ثانوي. سواء كان الاضطراب في الغدد الصماء بالنسبه للغده الدرقيه الموجوده في الرقبه، او الغده النخاميه الموجوده في قاع المخ، او الغده الفوق كلويه الموجوده في جناب فوق الكليتين، ايا يكون هذا الاضطراب او التغير، لكن معروف ان الاضطراب اللي بيحصل في الغدد الصماء بيدي شكل معين، نقدر بمجرد ما نبص على شكل العيان المريض اللي قدامي اقول ان هذا الانسان بيعاني من اضطراب في الغدد الصماء، او ان السمنه دي سمنه وراثيه، او ان هذا الشخص بيعاني من اضطرابات نفسيه وعصبيه. طيب نبص على السمنه. الوزن بيزيد، بيزيد ازاي؟ المسؤول عن زياده الوزن هي الخليه الدهنيه. لكن الخليه الدهنيه في تصرفها بتفرق قبل مرحله البلوغ عن بعد مرحله البلوغ. قبل مرحله البلوغ عزيزي المشاهد الخليه الدهنيه بتزيد في العدد. الخليه بتنقسم انقسام مضطرد وممكن توصل لغايه 1,000,000 خليه في خلال فتره زمنيه معينه. لكن بعد مرحله البلوغ الخليه بتزيد في الحجم وليس في العدد. هو العدد بيبقى ثابت، يعني بالنسبه للذكور البالغين بيكون 40 مليار خليه، وبالنسبه للانوثه البالغين بتكون 20 مليار خليه. العدد ثابت لكن بيكون بعد مرحله البلوغ كبر في الحجم. نشافه الدهون قبل مرحله البلوغ امر محرم. مفيش حاجه في الطب اسمها نشافه الدهون، عشان كده لما بنلاقي عمليات زي كده بتتعمل ده بيبقى خطا جراحي. من هنا عزيزي المشاهد بنقول خلاص السمنه اتكونت. ايه مشكله السمنه؟ مشاكل رهيبه جدا. مفيش جزء في جسم الانسان ما بتاثرش عليه السمنه. الكلام نفسه اتغير عزيزي المشاهد. قبل كده كنا بنقول ان السمنه عرض، يعني العيان اللي عنده مرض السكر من اعراض مرض السكر السمنه. دلوقتي لا، السمنه مرض، ومن اعراض السمنه حاجات كتير، منها مرض السكر، ومنها النزيف اللي بيحصل في العين، ومنها ترسيب الدهون اللي بيحصل تحت الجلد، ومنها وجود مرض السكر او الاضطرابات في البنكرياس، ومنها خشونه المفاصل، ومنها التعب اللي بيحصل بالنسبه لعظام الجسم بالكامل، وهكذا. اذا السمنه بقى مرض وليه اعراض جانبيه بتمشي معاه زي ما هو ماشي. انا من وجهه نظري بعالج السمنه بثلاث طرق، والا يبقى طريق جراحي. الطريق الاول هو الاسلوب الغذائي، وهو الغرض الاساسي، وهو في اللي بنتكلم عنه دايما في البرنامج. الاسلوب الغذائي معناها ايه؟ نظام ريجيم لانقاص الوزن. نظام الريجيم يعني بنيجي نقول ليك عزيزي المشاهد، في اغذيه بتقدر تاكلها كتير، وفي اغذيه بنمنعك عن الاكل. بنمنعك عن الاكل عن ايه؟ يعني مثلا امسك لي جميع الخضروات بنقول لك كلها ما عدا البازلاء والبطاطس. جميع الفاكهه بنقول لك كلها ما عدا الموز والمانجو والتين والعنب والبلح. بنمسك لك الدهون عزيزي المشاهد، بنقول لك ان الدهون اللحوم نفسها، اللحوم في مثلا الضاني بنقول لك ابعد عنه او استخدمه في اوقات محدده، انما ابتدي كل الكندوز والبتلو. الاسماك نقول لك ابعد عن الاسماك المستديره زي الثعابين وزي البوري لانها مدهنك الى حد معين، او ما تكسرش منها في اكلك، وابتدي كل الاسماك المبططه زي البلطي وهكذا اللي فيها نسبه الدهون وتكوين الدهون وماده الدهون بتختلف. ده مش كده وبس، ده انا بقول لك الدهون نوعين. دهون جامده بتشوفها قدامك صلبه زي السمن اللي في البيت عندك وزي الزبده الموجوده عندك، ودهون سايله زي الزيوت بكافه انواعها، سواء كانت زيوت القطن او زيوت الذره او زيوت عباد الشمس او زيوت الزيتون وهكذا. خلي اكلك فيه تلته من الدهون الصلبه المشبعه وتلتينه من الدهون السايله.
ده بيبقى نصيحة عامة للأسلوب الغذائي. وعزيزي المشاهد هشرح لك في نهاية حلقة أسلوب غذائي أو نوع رجيم من أنواع المتعارف عليها، اللي هو النظام بتاع مايو كلينيك اللي بيطبق في جامعة مايو في أمريكا، اللي هو بيبين لك طريقة الأكل، إزاي أنت تفطر وإزاي أنت تتغدى وإزاي أنت تتعشى على مدى أسبوع لإنقاص الوزن. ده الأسلوب الأول في علاج السمنة، وهو الأسلوب الغذائي. الطريق الثاني هو الأسلوب الرياضي. أنا بقول لك عزيزي المشاهد اتحرك لمدة ساعة متصلة كل يوم أو على مدى مرتين، نص ساعة صباحا نص ساعة مساء. الحركة دي بتحرق الدهون وبتستخدمها كمصدر للطاقة من ناحية. الحركة دي بتمنع ترسيب الدهون قليلة الكثافة على جدار الأوعية الدموية، وبالتالي بتحميك من الإصابة بأمراض الصدر والذبحة الصدرية والنزيف اللي بيحصل في قاع المخ والنزيف اللي بيحصل في القلب وهكذا. الحاجة الثالثة ان الحركة بتخلي سحب الدهون من عضلات جسمك اقل، وبالتالي عضلات جسمك بتبقى اقوى، وده اللي مطلوب منك. مجرد المشي لمدة نص ساعة يوميا على فترتين يكفي عزيزي المشاهد كأسلوب رياضي. بس الاسلوب الثالث او الطريقة الثالثة في علاجي اللي هي قوة الارادة. انت عملت اسلوب غذائي، انت عملت اسلوب رياضي، من غير قوة ارادة ما هينفعش. لان هتبص تلاقي نفسك عملت رجيم لمدة اربع خمس اسابيع، وياما بتسمعها كتير يقول لك انا كنت بعمل رجيم خمس اسابيع ست اسابيع وانزل 12 كيلو، النهاردة انا مش قادر اعمل رجيم، ولو عملته ما بنزلش غير كيلو او 2 كيلو. دي حقيقة. لازم عزيزي المشاهد تكون هناك قوة ارادة عشان يكون الاسلوب الغذائي والاسلوب الرياضي وقوة ارادتك هو اسلوب حياتك. والا هندخل في الاساليب الجراحية الكتيرة اللي الناس كلها بتتكلم عنها، سواء كان علاج السمنة البسيطة بشفط الدهون من اماكن محدده سواء كانت الحنشة او الارداف، او التدخل الجراحي لاستئصال كميات من الدهن الموجوده في جدار البطن، ده اللي بيحصل في السمنه المتوسطه، او ان احنا بندخل في عمليات اكبر شويه ما بين تدبيس معده، ما بين تركيب حلق على جدار المعده، ما بين توصيل جزء من الامعاء بجزء اخر. كل هذا الاسلوب عزيزي المشاهد انت بعيد عنه اذا سمعت الكلام وابتديت زي ما احنا بنقول لك بالبرنامج، اتبع اسلوب غذائي، اتبع اسلوب رياضي، خلي عندك قوه اراده. ودلوقتي عزيزي المشاهد تقدر تشوف الجدول اللي بنعرضه لك في اخر الحلقه، اللي هو نظام مايو كلينيك اللي بنعرفك فيه من خلاله انت تفطر ايه وتتغذى ايه وتتعشى ايه على مدى الاسبوع. والحقيقه هذا النظام بيكون اكثريته بتتعامل مع البيض كغذاء اساسي ومصدر للبروتينات اساسي. وعشان كده الناس اللي بيعانوا من بعض المشاكل بالنسبة للكوليسترول وارتفاع الدهون عليه ان يرجع للطبيب المعالج وما يستخدمش هذا الاسلوب، انما ده بيستخدم للغالبية العظمى من الناس اللي ما عندهاش شكوى من اي مرض.
السيجارة برضو نار بتحرق صدر أولادنا.